استنى استنى عندكم. في ايه يا سيد عدنان؟ في يا فندم؟ ارجعوا. ايه في ايه؟ جبت فلوس؟ يلا بسرعة يا حبيبي. يلا يا سيد عدنان. سيد عدنان يلا يا سيد عدنان بسرعة. سيد عادل سيد عادل بسرعة بخير. اطلع على نادي اليخت بسرعة. انت متأكد من المكان؟ ايوه يا فندم، العربية كانت واقفة هنا. لحقت بنت الكلب. اطلع على الأورنج كلاب. يا سيد عادل، أكيد حد خد نمرة العربية والفيسبا اللي اتثبت في المينا. يعني كلها كام ساعة والبوليس يوصل لنا، احنا لازم نسيب البلد دي فورا. دي آخر فرصة عشان نوصل لنبيل. اطلع. المحل بتاعه هيقلبوه سوبر ماركت، وإيزاك ده محدش عارف له عنوان. تحب حضرتك أروح لتشيرلي هاي من البيت؟ أكيد سابت البلد وسافرت. Miss Goldman? Yes. There was a call for you from Israel. Thank you. لويس جودمان، مين معايا؟ هاي لويس، أنا ليفي شمير. أنا بهنيك على عملية نظيفة وناجحة 100%. شكرا ليك ميجر ليفي. على فكرة أنا معايا واحد عايز يكلمك. هاي لويس. شلومو. أنا بهنيكي وبشكرك على تعاونك معايا في العملية بتاعتي. دارلينج أنا ما كنتش بتعاون معاك، أنا كنت بعمل مهمة اللي بقبض عليها وبعملها أحسن من أي حد. بلاش الغرور يركبك لحسن نهاية وحشة قوي يا لويس. باي شلوم. اتصفيتوا؟ إيزاك أخباره إيه؟ إيزاك قفل مكتب هامبورج ونقل هو وطاقم العمل كله على روما. كده يبقى صفحة هامبورغ اتقفلت. وانت ناوي تعمل ايه بقى مع اللي اسمه نبيل ده؟ هخفيه لحد ما المصريين يأسوا ويفقدوا الأمل في انهم يلاقوه.